مثل ما تعرفون عدي أكبر أولاد صدام حسين. عدي انولد بعام 1964 ببغداد، وبسبب شخصيته الغريبة وانتمائه للعائلة الحاكمة عاش قصص مثيرة وغريبة. أولى هذه القصص تتعلق بعلاقات الزوجية ومغامرات الجنسية. بالنسبة للزواج فهو تزوج 3 مرات، الأول من ابنة عزة الدوري، المسؤول الثاني بالدولة بعد صدام، والثاني من ابنة عمه برزان إبراهيم، والثالث من ابنة علي الكيمياوي ابن عم أبوه. ومثل ما هو معروف مصير كلهن كان الانفصال والفشل. عدي كانت تنتابنا زواج جنسية غير اعتيادية، ولهذا الزواج ما كان يلبي رغبات الجنونية، وبالتالي مو غريبة من نعرف أنه كان يقوم باختطاف البنات والنساء من حفلات الزواج والجامعات بأبشع الطرق ويعتدي عليهن. يحيى لطيف اللي هو شبيه عدي وكان يرافقه بكل مكان كشف بكتابه كنت شبيها لابن الرئيس وبعض مقابلات التلفزيونية معلومات عن ممارسات عدي اللي يندأ لها الجبين، أبسطها تصليخ النساء والرجال بحفلة عيد ميلاده. وكو صالة كبيرة، الناس كلها قاعد ترقص وتشرب، اجى عدي اخذ الميكروفون يقول يلا اليوم عيد ميلادي الكل تصلخ. هذا الفتى المدلل شغل العديد من المناصب بالدولة العراقية، مثل قيادة ميليشيات فدائي صدام ورئاسة اللجنة الأولمبية، هذا غير عضويته بمجلس الشعب ورئاسته لنقابة الصحفيين. عدي خلال تصدي لهذه المناصب قام بجرائم كثيرة، منها تعذيب وسجن الرياضيين. الراحل أحمد راضي يقول الحقيقة أنا تعرضت إلى يعني تقريباً 5-6 عقوبات، 3 مرات حلقوني شعري، يعني تعرف هذه عقوبة معنوية، ومر 3 مرات أيضاً سجنت. تصرفات عدي الغريبة ما تنتهي عند هذا الحد، والكل كان يعرف أنه متهور ويتلذذ بالرمي، ولهذا كان يرمي بالحفلات وهو سكران. أما القتل فكانت هوايته الأخرى، وحتى ما رحم حارس والده الشخصي كامل حنة ججه وقتله بدم بارد، هذا غير قيامه بإطلاق النار على وزير الداخلية وطبان إبراهيم اللي يصير عمه وجرحه. الغريب أنه رغد أخت عدي قالت بمقابلة تلفزيونية أخويا كان متدين ويصوم كل يوم 2 وخميس، والأغرب من هذا أنه صدام أهدى لزوجته سجودة قصر العظمية حتى يكرمها على الجهود اللي بذلتها بتربية شريف روما عدي صدام حسين التكريتي.